الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فرج عنا وعن سائر المسلمين ما نحن فيه من كل كرب وهم وغم ومرض وفر. اللهم يا رب العالمين، خلصنا وسائر المسلمين من كل فتنة يا أرحم الراحمين، وعافنا واعف عنا وعن والدينا وذريتنا وأهلينا وأقربائنا وأحبابنا وآل بيت نبينا وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وارزقنا العلم والفهم والصدق والإخلاص والعمل، وتقبل ذلك منا يا رب العالمين ما حيينا. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب حشية الشيخ إبراهيم البيجوري على فتح القريب المجيب، شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع الأصفهاني الشافعي رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم وقراء مصنفاتهم في الدارين، آمين. تكلمنا في الجلسات الماضية على أحكام العدة وأنواع المعتدة، وتكلمنا على أحكام العدة بالنسبة للمرأة الحرة، واليوم وقفنا على عدة الأمة. عدة الأمة إذا كانت بالحمل فكعدة الحر بوضع الحمل، أما إذا كانت بالأقراء يعني ذات الحيض يبقى بطهرين، وإذا كانت عدة الوفاة فبشهرين وخمسة أيام، يعني نصف عدة الحر. نقرأ بقى كلام المصنف والشارح، يقول: وعدة الأمة الحامل إذا طلقت، والأمة المقصود بها الرقيق اللي هي غير موجودة الآن. وعدة الأمة الحامل إذا طلقت طلاقا رجعيا أو بائنا بالحمل أي بوضعه، بشرط نسبته إلى صاحب العدة. وقولك عدة الحرة الحامل أي في جميع ما سبق، وبالأقراء أن تعتد بقرأين أو قرأين، تنفع تقول قرأين أو قرأين. والمبعضة والمكاتبة وأم الولد كالأمة، دي أنواع برضو من أنواع الإماء ولكن ما زالت فيها رق. المبعضة والمكاتبة وأم الولد عدتها كالأمة. وبالشهور عن الوفاء أن تعتد بشهرين وخمس ليالي، وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف لو كانت هي إيه آيسة، يعني على النصف بشهر ونصف على النصف، وفي قول شهران، وكلام الغزالي يقتضي ترجيح. وأما المصنف فجعله أولى حيث قال: فإن اعتدت بشهرين كان أولى، وفي قول عدتها ثلاثة أشهر وهو الأحرى. يبقى إذا كانت عدتها بالشهور الآيسة ففي ثلاث أقوال بالنسبة للأمة: قول الأحوط ثلاثة أشهر كالحرة، قول ثاني شهرين على إكمال النصف شهر، لأن هي ثلاثة أشهر نصهم شهر ونص فجبروا النص وخلوه شهرين استيثاق، ده القول الثاني. وقول الثالث وهو الذي ذكره المصنف هنا وإن كان جعله جائز، والأولى أن يكون شهرين هو شهر ونصف. يبقى إذا كان عدتها آيسة وكانت أمح يبقى عندنا ثلاث أقوال: قول شهر ونصف نصف عدة الإيه الآيسة الحرة، وقول آخر شهرين على جبر النصف إلى شهرين إلى شهر كامل، وقول ثالث ثلاثة أشهر احتياطا.
ومذكورين هذه الأقوال كلها عن الإمام الشافعي، وعليه جمع من الأصحاب. نشوف الشيخ البيجوري بيقول إيه فيما سبق. يقول: وعدة الأمة أي فما تقدم كله في الحرة، بدليل ذكر الأمة هنا وقوله إذا طلقت، يعني الحامل إذا طلقت أي أو مات عنها زوجها، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة فعدتها أيضا بوضع الحمل كما في الحرة. فكلام المصنف شامل في الأمة الحامل للمتوفى عنها وغير المتوفى عنها، فكان الأولى للشارح عدم التقييد، ما يقولش إذا طلقت، كان يسكت. ليه؟ عشان يشمل الطلاق والوفاة. وقوله بالحمل أي بوضعه، أي تمام انفصاله كله حتى ثاني توأمين، حيا كان أو ميتا أو مضغة لازم تمام الانفصال، لأن كان زمان احنا قلنا في أيام الإمام البيجوري وما قبله ما كانش فيه تقدم في موضوع الولادة، فكانت ممكن تضع أحد التوأمين ويفضل التوأم الآخر في بطنها عدة أشهر. فالمهم يبقى تنقضي عدتها لما يتفرغ رحمها خالص. تمام، الصورة دي ما بنلاقيهاش احنا الوقت، لأنه خلاص يعني ما نزلش التاني بيعمل قيصرية ويفضي الرحم في نفس الأهل، فدي صور احنا ما بنشوفهاش. أي تمام انفصاله كله حتى ثاني توأمين حيا كان أو ميتا أو مضغة فيها صورة ولو خفيفة، أو قالت القوابل لو بقيت لتصورت كما مر، يعني حتى لو سقطت يعني ما أكملتش حملها ونزل وفرغ الرحم سواء بولادة أو بسقوط يبقى انقضت الإيه؟ العدة. قوله بشرط نسبته إلى صاحب العدة، بشرط طبعا يبقى بطنها ده منسوب لصاحب العدة، أي بشرط هو نسبته إلى صاحب العدة، فالإضافة للبيان. وخرج بهذا الشرط الحمل الذي لا يمكن نسبته إلى صاحب العدة فلا تنقضي عدتها به كما تقدم. قوله وقوله مبتدأ خبره أي في جميع ما سبق، وقوله كعدة الحرة الحامل أي فإن عدتها بوضع الحمل، وقوله أي في جميع ما سبق فلا فرق بينهما لعموم الآية الكريمة، وهي قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قوله وبالأقراء أي وعدتها بالأقراء، وإحنا قلنا الأقراء عند الشافعية هي الأطهار وعند الأحناف هي الحيضات. وقوله وبالأقراء أي وعدتها بالأقراء، قوله أن تعتد بقرأين أي لأنها على النصف من الحرة في كثير من الأحكام، وكان مقتضى ذلك أن تعتد بقرء ونصف، وخولف ذلك المقتضى وكملت القرء الثاني لتعذر تبعيضه، إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله، لأن إحنا الطهر مش هنعرف الطهر قد إيه بتاعه، فنقدرش ننصفه وما نعرفش نصه إلا لما ينقضي كله، يبقى نخليها قرئين وخلاص. إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله فلا بد من الانتظار حتى يعود الدم، ومحل ذلك ما لم تعتق في العدة وهي رجعية. يعني افرض هي كانت أمة وبتعتد عدة الأمة، في أثناء عدة الأمة عتقت صارت حرة، تبقى إيه؟ تصير عدتها عدة الحر، تكمل بقى عدة الحر ما لم تعتق في العدة وهي رجعية، وإلا كملت ثلاثة أقراء. يعني لو أعتقها وهي في عدة طلاق رجعي، في عدة طلاق رجعي تعتد بالحرة، ولو كانت في عدة طلاق بائن يبقى خلاص لأن ملهاش علاقة، وإلا كملت أو كملت ثلاثة أقراء، لأن الرجعية كالزوجة في كثير من الأحكام فكأنها عتقت قبل الطلاق، ويعلم من ذلك حكم ما لو عتقت مع الطلاق كأن علق طلقها وعتقها بشيء واحد، فإنها تعتد عدة حرة لو قال لها متى طلقت فأنت حرة مثلا فطلقها فصار طلقها وهو وقت عتقها فتعتد عدة حرة. ويعلم ذلك من ذلك حكم ما لو عتقت مع الطلاق كأن علق طلقها واعتقها بشيء واحد فإنها تعتد عدة حرة، بخلاف ما لو عتقت في العدة
وهي بائن، يعني هي في عدة بينونة، فلا تكمل 3 أقراء لأنها كالأجنبية، لأنه لا يستطيع أن يردها. عدة البائن لا يستطيع أن يردها. إنما الطباء الراجع ليه عدة يا دكتور؟ طبعا كله ليه عدة، بائن أو غير أو رجعي، لكن الفرق إن في الرجعة، في الطلاق الرجعي يقدر يردها من غير عقد في العدة، لكن البائن ما يقدرش يردها في العدة إلا بعقد جديد ومهر جديد، زي المختلعة في الخلع، ده طلاق بائن، واخد بالك؟ أو يكون الطلقة الثالثة، يعني ملوش رجع عليها، واخد بالك؟ يا إما بينونة كبرى أو بينونة صغرى، كأن يكون طلاق بحكم قاضي، واضح؟ زي طلاق لضرر أو طلاق خلع، كل ده اسمها بائن. بس في الرجع إيه يعني فايدة العدة؟ ما هو يمكن مش ناوي يردها، يبقى بيتبرأ رحمها للزواج اللي بعديه، يمكن تتزوج رجل آخر غيره، فهي بتعتد لبراءة رحمها. هو عدم الرجوع لها. افرض هو مش ناوي يرجع خلاص، وهي عايزة تتزوج بعديه، فيبقى علامة براءة الرحم هي فترة العدة، وعشان كمان فترة العدة دي لو مات هو فيها هتورثه، ولو ماتت هو يورثها، يتوارثان، لأن مازال في بينهم علقة. بخلاف ما لو عتقت في العدة وهي بائن فلا تكمل 3 أقراء لأنها كالأجنبية، فكأنها عتقت بعد انقضاء العدة. وأما لو كانت حرة ذمية وطلقت ثم التحقت بدار الحرب، خد بالك من الصورة دي، وعايز يديلك صورة يعلمك ازاي تبقى راجل فقيه، يعني تصرف في الأحكام. لو كانت حرة ذمية، يعني واحد متزوج امرأة مسيحية حرة وبعدين طلقها، طلقها من هنا، راحت هربت من بلدها، من بلاد المسلمين، وراحت بلاد الكفار اللي بتحاربنا، راحت إسرائيل مثلا، قعدت هناك، حصلت حرب بيننا وبين اليهود، أسرناها، جات لنا أما، فهمت الصورة بقى؟ هنشوف هنا. وأما لو كانت حرة ذمية وطلقت ثم التحقت بدار الحرب واسترقت فصارت أما بالاسترقاق على عكس ما قبلها، فهي تكمل عدة الحرة أو ترجع إلى عدة الأما وجهان. في الصورة دي بقى، هل هي لو تم كل الصورة دي وهي في أثناء عدتها، يعني هو طلقها حرة، راحت دار الحرب، في خلال شهر قامت حرب، خدناها بقت أما ولسه هي في عدتها، هل تكمل عدة حرة ولا تكمل عدة أما؟ لأن هي كانت حرة فاسترقت، طرأ عليه وجهان، في وجه قال لك تكمل عدة حرة، وجه تاني قال لك تكمل عدة أما، يبقى المسألة فيها إيه؟ وجهان. ما رجحش. هو بيقول والأوجه، اختلف بقى بعض علماء الشافعية، في بعضهم رجح الوجه الأول اللي هو عدة الحرة لأنها أثبت وتلاتة وأحوط، وفي وجه تاني قال لك لا، العبرة بطرق الرق، فده محكوم عليها حكم ايه؟ الأمة. وجهان في التتمة والأوجه الأول، إن هي ايه؟ تكمل عدة حرة. ومحل كون الأمة تعتد بقرآن إن لم يظنها الواطئ حرة، فلو وطئ أمة غيره يظنها زوجته الحرة اعتدت ب3 أقراء عملا بظنه، مع كون العدة حقه، فأثر فيها ظنه لكل محل. لكن محل اعتبار ظني إن اقتضى تغليظا، لكن السنة كانت مكتوبة عندي لكل، لكن هي لكن أحسن عشان تبقى فاهم انت الصورة دي. يعني لو وطئ رجل أما ظنا منه ان هي دي زوجته الحرة، وطئ شبهة، يعني حصل خطأ، لقاها نايمة على سريرها والدنيا ضلمة وهي شبهها ولبست هدومها ودخل بالليل فاكرها دي مراته، وطئها على انها دي زوجته الحرة، النور نور، طلعت الأمة،
يبقى في الحالة دي تعتد عدة الحرة. ليه؟ لأن لو حصل حمل، الحمل هيعلق ده به، فيبقى ظنه يؤثر. فهمت بقى ازاي؟ لأن لو حصل حمل بسبب هذا اللقاء هينسب له، فيبقى ظنه هنا يؤثر في المسألة. فهمت المسألة دي؟ فلو وطئ أمة غيره يظنها زوجته الحرة اعتدت بثلاثة أقراء عملا بظنه، مع كون العدة حقه. حقه ليه؟ لأن لو حصل حمل هتبقى إيه؟ ابنه ينسب له. فأثر فيها ظنه، لكن محل اعتبار ظنه إن اقتضى تغليظا، بخلاف ما إذا اقتضى تخفيفا على المعتمد. فلو وطئ حرة يظنها أمته أو زوجته الأمة اعتدت بثلاثة أقراء عملا بالواقع لا بظنه لاقتضائه التخفيف. يعني في أحيان حين هيقتضي التغليظ في الصورة دي، في صور تانية يقتضي التخفيف زي إيه؟ فلو وطئ حرة يظنها أمته أو زوجته الأمة اعتدت بثلاثة أقراء عملا بالواقع لا بظنه، لأنه هنا وطئ حرة لاقتضاء التخفيف، وجعل الشيخان الأشبه خلاف ذلك. الشيخان جعلوا الأشبه خلاف ذلك، إنها برضو تعتد إيه زي الصورة التانية. أي من حيث القياس على اعتبار ظن الواطئ في الأولى، يعني يبقى في الحالتين صورة واحدة، يعني يقصد إيه الشيخان؟ قال لك إن الحالتين صورة واحدة، مفيش فيها خلاف. ولو وطئ أمة غيره يظنها أمته اعتدت بقرء واحد، وعبارة بعضهم ولو وطئ أمته يظنها أمة غيره اعتدت بقرء واحد، لأن الأمة اللي هي جاية أسيرة إذا جاءت نصيب أحد الجند فلو أن يقربها بس بعد ما تطهر طهر واحد، يكفيها طهر واحد بس لاستبراء رحم. كويس، دي في الأمة لو أو شريها من سوق الرقيق، كان زمان في سوق رقيق يروح يشتري أمة، ففي الحالة دي لا يقربها مباشرة بمجرد أنه اشتراها، ينتظر حتى يمر عليها حيض وطهر كامل، بعد ما وبعدين يجي للحيض اللي بعديه وتطهر يقربها بقى. ليه؟ عشان يستبرئ رحمه، يطمئن الأول أنه واخد أمة رحمها غير مشغول بنطفة غيره. واضح؟ ما احنا القرى عندنا الطهر، عند الاحناف حيضه وخلاص، لكن عندنا احنا لازم طهر كامل. وعبارة بعضهم لو وطئ امته يظنها امة غيره، لو وطئ هنا امته وهو فاكر ان هو ان دي امة غيري، يعني بيعمل غلط، واتضح ان ربنا كرمه واتضح انه ما بيعملش غلط. زي واحد بيزني مع امرأة على انها اجنبية، طلعت مرات، زي كانوا يقولوا على احد الشعراء القدامى، مش عايزين نقول اسمه علشان ما نبقاش بنغتاب اللي ماتوا، كان يحب يزني وهو متجوز، هو كان اعمى، فمراته تخفت في صورة اجنبيه فزنى بها، وبعد ما زنى بها هي مراته قالت له انا زوجتك، قال ما احلاكي في الحرام. ما لناش دعوه مش فيعني ايه ده؟ تجرؤ على ايه؟ تجرؤ على شرع الله، ما يصحش. يبقى هنا بيعمل حاجه وايه على انها غلط، وهو يعني بيعمل معصيه، واخد بقى، فيطلع مقلب ان طلعت مش معصيه، دي طلعت طاعه، طلعت انها حلال وبلال. فهمت بقى؟ هيبقى يحكمها ايه؟ نشوف. ياثم لكن ما يبقاش زنا، ما يقامش عليه حد الزنا، لكن ياثم شرعا لتجرؤه، ياثم شرعا لكن لا يحد زنا. وعليه توب طبعا على النية لتجرؤه. ده الفقهاء نصوا لو انت جبت ازازة فيها عصير ظنته خمر فشربته وانت تظن انه خمر، يأثم، وطلع في الاخر عصير، يأثم. ليه؟ لانه هنا تجرأ. فهمت ازاي؟ لكن ما يقامش عليه حد شرب الخمر لانه مسكرش ومش خمرة. يبقى الحدود باعتبار نفس الامر، والاسم باعتبار ظن ونية الفعل. أي حضرتك بتقول حيضة كاملة ثم طهر كامل بعد انقطاع، يعني هو لو اشترى أمة
والأمة دي اشتراها وكانت في طهر مسها فيه أحد الرجال، يبقى الطهر ده مش محسوب. استنى بقى اما تحيض وتطهر طهري كام؟ تحيض في مده للحيض ايا كان مدتها بقى، كل واحده حسب عددها، على حسب عددها خلص. وبعدين يستنى اما ايه؟ اما تطهر طهري كامل عشان تبقى قرء. ما احنا عندنا القرء الكامل بعد الحيض بقى ايه؟ لما يجي لها الحيضه الثانيه عشان يبقى الطهر كامل انقضى. واخد بالك؟ كل ده عشان يستوثق يعني الطهر كامل بين حيضتين يعني. عشان يبقى الطهر كامل تنتهي عدتها ببداية الحيض، بس هو لا يستطيع ان يقربه وهي حائض، فهيضطر من حيث الايه؟ انه ينتظر الحيض ده كمان وقت، لكن هي عدتها خلصت خلاص، بس هو متربص لا يقربها لان هي حائض. هذه المسألة. ولو وطئ أمته يظنها أمة غيره اعتدت بقرء واحد ويلحقه الولد إن كان، ولا أثر لظنه لفساده، كما لو وطئ زوجته يظنها أجنبية فلا يحد بذلك، لأنه ليس زنا حقيقة، ولا يعاقب في الآخرة عقاب الزنا، بل دونه يعاقب، بس عقاب غير عقاب الزنا اللي هو التجرؤ على إيه؟ على حدود الله. ويفسق بذلك ويبقى غير عدل، يبقى بني آدم فاسق لأنه لا يتحرى لدينه. وهكذا كل فعل قدم عليه يظنه معصية وهو غيرها. والمراد بقولهم اعتدت بقرء استبرأت بقرء، فهو استبراء لا عدة. خد بالك ان ده في الحقيقة ما اسموش عدة، بس الفقهاء ذكروها عدة تسمح، هو اسمه استبراء رحم. يعني الأمة بيستبرئ رحمها ايه؟ بقرء واحد، ده استبراء مش عدة. لكن الفقهاء ساعات يقول لك ايه؟ عدتها قرء، ده تسمحا، حطوا الاستبراء مكان العدة بس، لكن هي مش عدة. فهمت بقى؟ فهو استبراء لا عدة، فهو تعبيرهم، ففي تعبيرهم باعتد التسمح، وهذا في غير الأمة المتحيرة. أما هي المتحيرة اللي هي عندها بقى استحاضة وغير مميزة وغير معتادة وغير مبتدأ، كل دي بقى غير مبتدأ وغير معتادة وغير إيه مميزة، عشان تبقى متحيرة، عشان تحير الفقيه وتحير نفسها. وهذا في غير الأمة المتحيرة. أما هي فإن طلقت في أول الشهر اعتدت بشهرين هلاليين، وإن طلقت في أثناء الشهر فإن كان الباقي منه 16 يوما فأكثر حسب قرء. ليه؟ لأن أقل حيض يوم وليلة وأقل طهر 15 يوم، يبقى كده حيضة وطهر أقلها إيه؟ 16 يوم. فإن كان الباقي منه 16 يوما فأكثر حسب قرءا، فتكمل بعده بشهر هلالي، وإلا ألغي واعتدت بعده بشهرين هلاليين على المعتمد، خلافا للبارز في اكتفاء بشهر ونصف. قوله والمبعضة والمكاتبة وأم الولد كالأمة. المبعضة اللي هي الأمة التي تكون مملوكة لأكثر من شريك يسموها مبعضة، فجم بعض الشركاء أعتقوا جزءهم فصار بعضها حر وبعضها رق، دي يسموها مبعضة. والمكاتبة اللي هي بتشتري نفسها بعقد من أسيادها وبتدفع أقساط. وأم الولد، أم الولد اللي هي الأمة اللي يستفرشها فتلد له، سواء ولدت له ولد أو بنت اسمها أم ولد، يعني أم مولود، فدي تعتق بمجرد وفاة سيدها، يسموها أم ولد، تعتق بمجرد وفاة سيدها. لا، تفضل أمة طول حياته، أول ما تموت بقت سيدة يعني حرة، ويبقى ابنها بعد كده هو الخليفة، وعشان كده تلد الأمة ربتها. وده تم في الخلافة العثمانية والخلافة العباسية، وفي جزء من الخلافة الأموية كان معظم أبناء الخلفاء دول كانوا أمهاتهم أم ولد، يعني كانوا أرقاء، فتمت العلامة خلاص اللي النبي قالها أن تلد الأمة ربتها أو ربها، ربتها لو ولدت بنت، وربها لو ولدت ايه؟ ولد، لانه بقى ابن سيدها وهو ابنها، ويبقى هو سيدها. فهمت ازاي؟ وهو ابنها يبقى سيدها لانه حر وهي ما زالت ام. فتمت هذه العلامة. عده الوفاه بالنسبه لها 14 شهر. لا، الامه دي مجرد انها عتقت، هنشوف. لا، ما هي امه، يعني بدات العده وهي ايه؟ امه. مجرد وفاته هيبقى فيها الوجه، هيبقى فيها وجه.
أيوة في جميع ما مر، ولو أريد بالأمة من بها رق لشملت ذلك. وتفسير المحشي لا بذلك لا يناسب صنيع الشارح، لكن هنا قال وجه واحد في أم الولد إنها تبقى عدتها عدة الأمة، عدة الوفاة اللي هي شهرين وخمسة أيام. لكن لو بحثت في كتب الفقه الكتير هتلاقي إيه في وجه آخر يقول لك إنها طالما بقت حرة في لحظة الوفاة يبقى تاخد عدة الحر. لكن أصل خد بالك ما تاخدش عدة الحر على أي وجه إلا لو كانت زوجة، لأن الأمة ليست كالزوجة، واخد بالك؟ مش هتلحق بالزوجة. يبقى لو كانت زوجة هتاخد عدة الحر، واخد بالك؟ لو هي يعني كانت أم ولد فعقد عليها فصارت زوجته وما اعتقهاش، زوجته هي أمة برضه، واخد بالك؟ لو حصل كده ثم مات عنها يبقى هتاخد عدة الحر، لكن لو سابها رقيق لحد ما مات، واخد بالك، تبقى تاخد عدة الأمة لأنها لا تساوي الزوجة. فهمت ازاي؟ للخلاف بينها وبين المعقود عليه. يعني كده دكتور تختلف أم الولد في حال عدة وفاة أو عدة طلاق، عدة طلاق يبقى فيها وجهين، عدة وفاة يبقى فيها لا، ما هو وجهين. ما فيش طلاق، ما فيش علاقة بينه وبين الطلاق لأنه في لا الزواج. طلاق، لا لا، لو طلاق، لو لو أم الولد، أم الولد دي مزدوجة، دي ملك يمين بس. على أي حال هتستريحنا ومبقاش الحاجات دي موجودة. ما هي حضرتك هي ملك يمين في كل الحالات مش زوج. ما هو افرض إن هي ملك يمينه وهي ملك يمينه كده، إيه اتجوزها له أن يتزوجها ويعقد عليها. وتظل ملك يمين. وتبقى ملك يمينه وزوجته. إنما مش عقد الزواج. لأنه ما إيه ما حررهاش. هل هي تتحرر بمجرد العقد ولا لا؟ تتحرر بأنه هو يقول لها أنت حر، أو أنها تلد له ويموت هو، واخد بالك؟ بس أي في جميع ما مر، ولو أريد بالأمة من بها رق لشملت ذلك. وتفسير المحشي لا بذلك لا يناسب صنيع الشارع. قوله وبالشهور عن الوفاة، أي وعدتها بالشهور عن وفاة زوجها ولا قبل الدخول. وقوله أن تعتد بشهرين أي هلاليين، ويأتي في الانكسار ممر، يعني شهرين هلاليين وخمسة أيام. وعن الطلاق أي وما في معناك الفسخ، وقوله لأنها على النصف من الحرة كما مر. وقوله في قول شهران، احنا قلنا بقى في الحالة دي هيبقى في ثلاث أقوال، قول شهر ونص وقول شهران وقول ثلاث شهور، أي لأنها في الأقراء تعتد بقرآين، ففي الشهور تعتد بشهرين لكونهما بدلا عن القرآين. وقول وكلام الغزال يقتضي ترجيحه، أي لما علمت من توجيهه وهو الإمام حجة الإسلام زين الدين محمد ابن محمد ابن محمد أبو حامد الغزالي، ومن كلامه رضي الله تعالى عنه غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نسجا فكسرت مغزلي. وأما المصنف فجعله أولى، يعني جعل إن الشهرين أولى من شهر ونص لأنه في احتياط، أي لا واجبا. وقول حيث قال فإن اعتدت، أي لأنه قال فإن اعتدت إلى آخره. فالحيثية حيثية تعليل، الحيثية أحيانا تكون حيثية تفسير، وأحيانا تكون حيثية تعليل، وأحيانا تكون حيثية إيه تقييد، أنواع الحيثيات، واخد بالك؟ يقول لك قيد الحيثية، يقول لك بقيد الحيثية، فتعرف أن قيد الحيثية قد يكون تقييد وقد يكون تفسير وقد يكون تعليل. هنا القيد الحيثية هنا تعليل. واعترض بعضهم على المصنف بأن ما ادعاه من الأولوية لم يقل به أحد، لأن الخلاف في الوجوب وجملة ما في المسألة ثلاثة أقوال، الأول وهو الأظهر وجوب شهر ونصف، والثاني وجوب شهرين، والثالث وجوب ثلاثة أشهر. وأجيب عن المصنف بأن القول الصحيح لا يقطع النظر عن الضعيف، بل يقول إن اعتدت بشهرين كان أولى، خروجا من خلاف القائل بوجوب الشهرين، كما أنها إذا اعتدت بثلاثة أشهر كان أولى أيضا، خروجا من خلاف القائل بوجوب الثلاثة أشهر. ولعل المصنف اقتصر على مراعاة القول الثاني لقوته في الجملة، وأما الثالث فهو أضعف الأقوال، فلذلك لم يراعي المصنف على أنه يعلم من أولوية مراعاة القول الثاني، إن هي مسألة بقى الاحتياط، وأولوية مراعاة القول الثالث لأنه أحوطهم،
بالرغم أنه أضعفهم بالأولى لأنه أحوط كما أشار إليه الشارح بقوله وهو الأحوط. قول وفي قول عدتها أي الأمة التي تعتد بالشهور عن الطلاق ونحوه لأن الخلاف مفروض فيها، فإن صريح كلامهم أن الخلاف في غير المعتد عن الوفاة. وقول وعدتها ثلاثة أشهر فتكون على هذا القول كالحرة وهو أضعف الأقوال كما علمت. ليه أضعف الأقوال؟ لمساواة الأمة بالحرة. وقول وهو الأحوط أي لما فيه من زيادة الاحتياط، وعليه جميع جمع من الأصحاب أي أصحاب الإمام الشافعي رضي الله عنه وعنهم أجمعين. ولو عاشر السيد أمته المطلقة من زوجها، هنا بقى صورة تانية. أنا كان عندي واحد زوجي يعني رجل عنده أمة زوجها وجات طلقت من زوجها ده، فعاشرها صاحب سيدها وهي في عدة الزوج الذي طلق. فهمت الصورة بقى دي؟ يبقى ايه حكمها؟ هيقول لك علي. ولو عاشر السيد أمته المطلقة من زوجها فكما لو عاشر الزوج زوجته المطلقة، وقد تقدمت أحكامها فلا تغفل اللي هي لا تنقضي عدتها بالأقراء. كان قايل كده لو عاشر الرجل زوجته المطلقة، لأن عندنا في الرجعة، الرجعة لا تتم إلا باللفظ، الرجعة عند الأحناف تتم بالفعل، فاكرين أنتوا زمان. فلو عاشرها وقت دون أن يتلفظ أنه راجعها بلفظ يدل على المراجعة، يبقى لا تؤثر، تفضل عدتها مستمرة بحيث بعد ثلاثة أطهار تحرم عليه، وعليه علشان يصلح علاقته بيها يعمل عقد جديد. واضح؟ ده كمان مذهب الشافعية. لكن الأحناف يقول لك خلاص ما يزوجته بقى، لأنه يجيز الرجعة بالفعل دون القول، يجيز الرجعة بالفعل دون القول. والله تعالى أعلى وأعلم. وحنقف على فصل في أحكام المعتدة وأنواعها إن شاء الله يوم الاثنين القادم. حكون أنا مسافر، حناخد أجازة إن شاء الله، يبقى الاثنين بعد القادم بإذن الله. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. في صورة بخلاف ما لو وطقت في العدة وهي باين فلا تكمل ثلاثة أقراء لأنها كالأجنبية كأنها وطقت بعد انقطاع العدة. يعني هنا لو كان مطلقها طلاق باين مش طلاق رجعي، كويس، ثم عتقت بعد الطلاق، ثم عتقت بعد الطلاق، ما فيش علقة بينه وبينها علشان نمدلها عدتها، تفضل عدتها زي ما هي عدة الأم، لأن ما لوش علقة بينه وبينها، لأن العدة له هو حق فيها. هنا باين هو لا يستطيع أن يردها أصلا، ده استبراء رحمه وخلاص. فهمتني بقى المسألة؟ بخلاف الرجعية له حق فيها، ما زال في علقة، فلو طرأت عليها نقوم نطولها له مراعاة لحقه فيها. والله تعالى أعلى وأعلم.